البقاء والدوام لله. الفنان كمال سليمان في ذمة الله، توفي اليوم 20 ديسمبر 2022. الممثل المصري كمال سليمان. كمال سليمان هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في مطلع الثمانينات في أدوار صغيرة، وقدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما، ثم اتجه للتلفزيون في نهاية التسعينات، واشترك في كتير من المسلسلات، منها جمهورية زفتة في عام 1998، والحرفيش، وحدائق الشيطان، وفرعون، وشارك في العديد من الأفلام منها ولاد العم. كما قدم الراحل مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز على مسرح الطليعة، وهي مأساة الحلاج، وكان من الممثلين الذين يحبهم ويرشحهم دائما المخرج شريف عرفة في أغلب أفلامه. الفنان الراحل كمال سليمان رحمة الله عليه له أكثر من 100 عمل فني شارك فيهم، نذكر منهم: في عام 1983 شارك في مسرحية الزيارة انتهى، وفي عام 1986 فيلم الهروب من الخنكة، وفيلم قفص الحريم، وفيلم للحب قصة أخيرة. أما في عام 1987 فشارك في فيلم أبناء وقتلة، وفيلم السادة الرجال، وفي عام 1988 شارك في فيلم سمك لبن تمر هندي، وفي 1995 فيلم طيور الظلام، وفي 1995 أيضا فيلم قليل من الحب كثير من العنف. في عام 1996 شارك في الفيلم الشهير فيلم النوم في العسل. حلواني اتضربت القهوة يا باشا. انت ايه اللي حصل لشنبك؟ مش عارف والله يا باشا، انا صحيت من النوم لقيته كده. طب ما حاولتش ترفعه تاني لفوق؟ حاولت كتير يا باشا، وكل ما ارفعه لفوق يسقط مني لتحت. اما في عام 1996 ايضا شارك في فيلم بخيت وعديلة، وفيلم عفاريت الاسفل، وله ايضا من الاعمال الفنان الراحل كمال سليمان رحمة الله عليه. تاريخ ميلاده غير معروف، وتاريخ وفاته يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022. توفي في هولندا بأمراض الشيخوخة. الشارع اللي جاي يا عم، انت هتجنني يا عم. الشارع الجاي يا ابن ابوس ايدك. الشارع اللي جاي. حتى ما لحقتش اروح الشارعين دول. توفي في هولندا بامراض الشيخوخه، حيث كان مقيما بهولندا مع زوجته الهولنديه. الفنان كمال سليمان رحمه الله عليه. البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم.